السلام عليكم، وياكم عبد العظيم كمكار، اخصائي علاج طبيعي من مركز الدكتور كمكار للطب والعلاج الطبيعي. نصيحتي لبلسم تي في اليوم، اذا كانت عندك اصابه بالرباط الصليبي وناوي تسوي عمليه تقويه عضلات الركبه قبل اجراء العمليه شيء ضروري اساس ان التاهيل بعد العمليه يكون اسرع وافضل. بلسم for health promotion.